هذا مو سوء تقدير، هذا تقدير سوريالي، كلام من الواقع يعكس واقعنا الانعزالي. فسر مثل ما تفسر يبقى المعنى قلب الشاعر، مستر كونسبشن يطرح افكار مفهومة من غير عاقل. ميس كونسبشن على هوا راديو سوريا، خليكم معنا لنعرف شو هي ميس كونسبشناتنا لليوم. يعني اليوم الجمعة وانت فاتح على راديو سوريالي، شو متوقع يطلع لك غيري؟ انا السيد الوحيد الفريد الصاحق الماحق المتفجر المتجذر المستر كونسبشن. مستر كونسبشن يطرح افكار مفهومة من غير عاقل. ايه تمام، هذا انا، ومن جديد رجعت لكم بحلقة جديدة على هوا راديو سوريالي. وحلقتنا اليوم عن سياسة كتير مشهورة وكتير مجربة ويمكن علقانة بعقل كتير من الناس بكل العالم، اسمها سياسة أنوي ولا أنوي، أنتوي ولا أنتوي. لم أكن أنتوي. أنا فهمتكم. دقة ساعة العمل. فهمت الجميع. دقة ساعة الزحف. أني لم أكن أنتوي الترشح لفترة رئاسية جديدة. أنا فهمت. دقة ساعة الانتصار. أي نعم، قلتكم أنا فهمت. من أنتم؟ أنا فهمت. لم أكن أنتوي الترشح لفترة رئاسية جديدة. هذا الكلام كتير صحيح. من وقت ما وعينا على السياسة أو اللا سياسة بمعناها الحقيقي، ونحن عم نسمع عبارات وجمل من كتير من القادة العرب بالأربعين أو خمسين سنة الماضية عن النوايا، لك يا أخي إنما الأعمال بالنيات. طيب، يعني نحن ننوي أن نرتقي بشعوب المنطقة، نحن ننوي الوحدة، نحن ننوي الإعمار، المصالحة، بناء علاقات الثقة بين المواطنين والدولة وغيرها من النوايا. بس أشهر وحدة كانت وما زالت وستبقى، نحن ننوي تحرير فلسطين. وبما أنه الأعمال بالنيات، شفنا كتير من الرؤساء يلي مو بس صالحوا إسرائيل وبوسوا شوارد بعض، لا أكتر من هيك، شفنا يلي ما شافوا حدا. ومن الجمل الشهيرة حول النوايا جملة نحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين. سنة ورا سنة والعمر بيجري وامشي الخطوة واقول دقدري، راح علينا العمر بدري يمكن بكرة يطلع بدري، وراح علينا العمر بدري يمكن بكرة يطلع بدري. سنة ورا سنة والعمر بيجري. وما زال الوقت يمر ويمر ويمر ونحن ننتظر النوايا ولا تأتي. أخي أنت بتنوي أنك تطور المجتمع وتبني الإنسان، ماشي، ما طلع معك ما في مشكلة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بس يعني ما في داعي أنك تلعن أبوه على أمه لهالإنسان. عم تقسى عليهم شوي، ما تفكر أني بصفهم، بس المعادلة السياسية والعسكرية ما كانت بصالحنا بيناتنا. وبصدق قديش كنت تاخد بالقومية صديقي؟ 8.5 من 10. إيه أنا من عندي رح أعطيك اليوم 20/10 على هالجملة يلي سفقتني إياها. إيه يخزي العين، شكلها عن جد فشلت وخلصت. وليش هيك عم تحكي؟ يا سيدي تعال نحطها بميزان النوايا ونفتح كتاب نوايا الحكام في قراءة الوطن ومستقبل الأوهام. جيب هالكتاب لقلك. من المقدمة تبع الكتاب ومو من الفصل الأول بخبرنا الكاتب أنه كل الأوهام يلي تم بيعها وشراء إلنا من الستينات لليوم لا جابت لا تحرير ولا حرية. ما بحب هالكلمة خيو، الله يرضى عليك، هلأ بيزودوا علينا الشباب الطيبة. من فمك أودينك أنت عيني. تعا أعمل لك هالحسبة البسيطة يا سيدي. جملة وحدة حرية اشتراكية، كم مرة رددها السوريون صغارا شبابا وشيبا على مدى 50 سنة؟ اللي كم مرة بزمتك؟
يا سيدي بحسبة صغيرة بيطلع معنا الرقم أكثر من زليار فاصلة 500 مليار و 800 مليون و 99 مئة ألف و 10.99. منيح هيك؟ طيب وشو يعني؟ يعني كلمة الحرية ما بتخوف. هاي الكلمة المفروض أنه نكون تعلمناها بكتير من المراحل الدراسية وغير الدراسية، بس أسلوب الوصول للحرية هو يلي اختلف. يعني عندك مثل الأحزاب يلي بتكون بدها تبلش بالاشتراكية بعدين الوحدة بعدين الحرية، أحزاب بدها الوحدة بعدين الاشتراكية وآخر شيء الحرية. بس نادراً ما تلاقي حدا من الأحزاب القطرية في الجبهات الوطنية وشقيقاتها في الأنظمة العربية عن جد عم يطالب بالحرية الحقة. ليش يا حزرك؟ لأنه ما بدهم إياها. وهون منرجع لسياسة أنتوي ولا ننتوي. بالعالم العربي بيحكوا على الأعمال بالنيات. لا حافظ الأسد ولا حسني مبارك ولا زين العابدين بن علي ولا القذافي ولا علي عبد الله صالح ولا آل سعود ولا الملك حسين ولا الحسن ولا البشير ولا أي واحد منهم صدقني ما كان بنيتهم إنه بدهم يجددوا لعشر ولايات رئاسية جديدة. لا أبدا، بتكون كتير غلطان إذا نفكر هيك. هنن لم ينتووا، بس الشعب خرج بمظاهرات تأييد ودعم وحشد الجماهير الهتيفة وهتف لهم لك يا أخي الشعب هو اللي بده ياهون. يعني طلع معي حق. على فكرة أنت ما كنت تاخذ بدروس القومية 20 من 10، أنت كنت وما زلت تاخذ آلافات من 10. لك يا زلمة شبك حيرني لك مستر كونسبشن، ما عاد فهمه. بدون حرية ولا ما بدون؟ نجحوا بالانتخابات ولا ما نجحوا؟ رسبت أنا بالبكالوريا ولا ما رسبت؟ لك شبك الله يوفقك، رسالك على بر. ليك شو انت شكلك ما رح تفهم علي. خلينا نروح للميسكونسبشنات بركي بتلقطها. رجعت لكم وهي هي ميسكونسبشناتنا عن عدم نية الرؤساء الترشح للدورة القادمة، مو بس بالعالم العربي بل بأكثر من هيك. ميسكونسبشن 1، السحر مو بالكرسي اللي بيعدوا عليه الرؤساء، السحر بنوع الألتيكو. قومي عربي ولا إسلامي ولا ألتيكو صيني؟ ميسكونسبشن 2، إذا مفكرين الألتيكو الصيني صيني بتكونوا غلطانين. الألتيكو الصيني للرئاسة أحسن من الأفيون الأفغاني. ميسكونسبشن 3، سياسة لن أنتوي الترشح للرئاسة ما نحكر على الأنظمة البائدة. لك يا سيدي حتى المجالس الوطنية المعارضة من ليبيا إلى سوريا كلهم مو ناويين يترشحوا قد ما بدهم يتشرشحوا. misconception 4، عيني فيه وتفو عليه. يعني هيك بتفكر انه بيطلع الزعيم او الرئيس او او او، بس الحقيقة عيني فيه وبكسر عينك اذا بتطلع عليه. misconception 5، اذا انت نويت تنتخب الرئيس او ما نويت رح تنتخبه، مشان هيك بهاي الحالة الأعمال مو بالنية. misconception 6، لا تلحقني مخطوبة. إذا دققت بكل سيارات الزعماء والرؤساء بتشوف هاي العبارة والخطبة اللي عمرها عشرات السنين. misconception 7، لو تصور كل زعيم سيلفي مع ما ينتوي كانت الدنيا بألف خير. أخي صورنا وحدة سيلفي. misconception 8،
شعار الزعماء القادة والحكام العرب أنا أريد وأنت تريد وهو يفعل ما يريد. ولن ينتوي الترشح للفترة الرئاسية المقبلة عام 3300. Misconception 9. الذي بيته من الزجاج لا يرجم الناس بالحجارة. أنا فهمت. أني لم أكن أنتوي الترشح لفترة رئاسية جديدة. فهمت الجميع. من أنتم؟ أنا فهمت. دق ساعة الانتصار. إلى الأمام. إلى الأمام. إلى الأمام. ثورة. ثورة. مينها؟ مين هاد؟ لا هيك كتير. مين أنت؟ مين أنا؟ Misconception 10. على فكرة الرؤساء اللي حاكميننا هدول مو رؤساء، وعلى فكرة سياسة أنتوي ولا أنتوي هي مو سياسة. وأنا هلأ راح استودعكم لأنه لهون خلصت حلقة اليوم من Misconception. ليكو شو، رح يضل الراديو مكمل معكم مع كتير من الأغاني والبرامج اللي ممكن إنكم تنتوه إنكم تحبوها. مشان هيك خليكم مولفين على راديو اسمه سوريالي بيولف عيالي بتحبوه. وأنا بتسمعوني الحلقة الجاية. باي باي بالإنجليزي. هذا مو سوء تقدير، هذا تقدير سوريالي. كلام من الواقع يعكس واقعنا الانعزالي. فسر مثل ما تفسر يبقى المعنى قلب الشاعر. مستر كونسبشن يطرح افكار مفهومة من العاقل. هذا البرنامج من انتاج راديو سوريالي 2014.